سي يوسف، انت يا مسكن ديال مدينه العيون الشرقيه، وكان دي كانت في السابق كانت وقعت لك واحد الحادثه ديال الشغل في واحد المعمل ديال الزيتون هنايا. ودابا كيف ما حكيت لنا انت، يا دوك الناس اللي كنت خدام عندهم نساوك، يعني خلاوك انت كتعاني بوحدك هذه 3 شهور ولا 4 شهور؟ 3 شهور ولا 4 شهور. احكي لنا بعد الاسم ديالك وفين كتسكن. الاسم ديالي زرار يوسف، سكن في عين الحجر. الاخر يعني هكا حكي لنا على الحادثه كي وقعت لك. الحادثه اللي وقعت لي وقت كنخدم بحال هكا، كنا بالليل. فاش كنتو تخدم؟ في مطحنه الزيتون. فين هاد المطحنه ديال الزيتون؟ مع طريق الخميس من جهه ديال بوجنا. بقيت خدام بحال هكا ودرت الاخر، كاين واحد الشاميات كبار كنا كنسرجو بهم، ودرت واحد الصندوق بحال هكا كبير يعني بعاد عليا، ودرتهم تما وزلقت رجلي جات لداخل في واحد الحديده، هذوك الحدايد فيهم المناشر، وهذوك المناشر من شدوني من الرجل ديالي، بقيت كنزقي. والاخر كان معايا تما واحد عمي والدراري والاخر دفعوا عليا. كنتو انتوما تخدموا تما؟ كاين ثلاثه جوج في الجوج، اربعه في الجوج، سته والعساس وولد خوه تما كان معانا. الاخر سميتهم. المهم ملي بقينا خدامين بحال هكاك، انايا مع ديك السيده اللي سيت رجلي هودت لداخل في ديك الرحه، شدتني من رجلي، بقيت كنزقي وبقيت نزقي عمي 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 بهالات الهضره هادي، وهو يدور ويلقى الماشينه شدت لي رجلي. بقيت نزقي وقلت لهم جيبوا الاخر شي حاجه يجبدوا لي رجلي، شوفوا كي ديروا ما تخلونيش هنا. وبقاو يديروا، وقلت لهم جيبوا لي الا ما كاينش كاع عيطوا للوقايه، جيبوا لي ليمون نقطع رجلي وما تخلونيش انايا مع زيرت عليه شي نص ساعه. صافي الدم بقى يبرد فيا. ايوا من شدوني بحال هكاك مشى عمي بقى كيزقي على برا، كانوا تما واحد العرس والجيران والخطر عيا ما يزقي، ما كانش كاع اللي داها فيه. جاو تما وجاو الناس تجمعوا تما في الوزين بالليل شي 40 واحد ولا، بقاو كيدوروا ديك الماشينه باش يجبدوا لي رجلي، ما بغاتش تجبد. ومنين دار عمي بقى كيعيط للناس وهادي، جاو دوك ولاد خوتي وواحد سميتو جواد وبن يونس، جابوا الكلارك يعني قالوا لهم الا الاخر من اللي راه باغي يقطع رجلو غادي نديرو معاه حل واحد، غادي نديرو الكوارد في ديك الحدايد وعقدوها في الحدايد لتحت، وجبدو بديك الكورده داروها في الكلارك، والكلارك منين داروا رفعوها لفوق هكا عاد باش جبدوا لي رجلي وجبدوها مع الحدايد، ورجلي تقبت بالحدايا والاخر تفرعت بزاف. علاش ما عيطوش تما للوقايه؟ انت قلت ما بغاوش للوقايه. قلت لهم عيطوا للوقايه وغي قطعوا لي رجلي وعيطوا للوقايه، وهما ما بغاوش، ما عرفناش واش باش ما يشوفوش هذاك الشيء ولا يعني باش ما يشوفوش داك الشيء تما قدامهم ولا يبلعوا لهم الوزين ولا. ومنين بقيت معاهم بحال هكاك ما بغاوش، وداوني هنا للسبيطار. هذا شكون اللي داك صباح من اللي وقعت لك هذا الحادث؟ شحال وانت اجلك لاصقه تما في ديك شي نص ساعه؟ شي نص ساعه. وموها فاش داوك من هنا؟ داوني في المرسيدس للمستشفى. غير في طوموبيل عاديه؟ غير طوموبيل عاديه. داوني هنايا، ومنين دار وقلت لعمي، هضرت مع عمي وقلت له سير عند البوليس ولا، وعيط لهم باش يعيطوا للوقايه ما تخلينيش نستنى هنايا. ومنين مشاو هما ملي سمعوا لي هضرت مع عمي وقلت لهم سيروا عيطوا للبوليس ولا باش يديروا محضر ولا يشوفوا داك الشيء هذاك، مشاو هما خطفوني في المرسيدس، قالوا للطبيب حنا غادي نديوه لومبيلونس غادي تبطى غادي نديوه حنايا، وداوني هما داوني حتى للوزين في النص نتاع لوتوروت من جد دوكا ستاسيون، وحطوني تما. انا يعني ما كنتش في الوعي ديالي بصح كنت نشوف هكا بعينيا واخا ما كنتش في الاخر. ومنين حطوني تما حطوني على برا هكا، نزلوني من الطاكسي من ديك المرسيدس وحطوني عاد، وداتني عاد لومبيلونس عاد الوجده. لومبيلونس ديال البلديه؟ تاع البلديه. وشحال جلست تما في الفاضي؟ جلست تما 5 ايام. ايوا بقيت نجارة ما عمرو جاو عندي، ما عمرو دورو فيا ولا يقول له راه عندنا مريض ولا باش. 3 شهور وانت تداوي؟ 3 شهور وانا نداوي. نقدروا نشوفوا دابا الرجل ديالك هذا؟ رجلي انت شوف راه كاع زرقاء وكاع، شوف رجلي، شوف كي راه رجلي باقيه كتوجعني لدركينا ما كنقدرش كاع، عمرني لبست شي ناله شوف، وهم الترابي فين زورك كاملين هكا، رجلي من فوق عليا وما عنديش كاع. كتوجعك؟ باقي كتوجعني الضرب ما كنتمشاش. ايوا دوك كاين واش ممكن تطالب انت يا نطالب حقي وهادي. وهنا مشيت عند الاخر عندي الورق ديالي،
مستعرفين هما باللي كنت خدام عندهم، ودرك ملي كنمشي هنا عند القائد ولا عند الباشا باش يسني ولي دوك الورق نتاعي كدوك الموظفين تما كاملين درك هنا عرفت سميتهم بحال اللي وليت انا شاوش تما نعرفهم، اللي كنعطيه داك الدوسي نتاعي ولا كيقرا فيه جابي كيردوا لي كيقول لي سير دخل نتا عند القائد ولا الباشا. ملي كنبقى نتسنى تما حتى واحد ما كيديها فيه، نتسنى تما طلع 10 ولا 11 كيبقاو دوك الموظفين يدخلوا ويخرجوا. ملي كنمشي نقول له هادوك غادي ندخلوا ولا بحال اللي كاع ما كيستعرفوش بيا بحال اللي ماشي مواطن. يعني ملي كيشوفوا كما قلت لي كنمشي كنعطي لهم دوك الورق ديالي، ملي كيقرا السميه كيقول لي سير عنده سير عند الاخر. ومشيت للمحكمه قالوا لي سير للمحكمه، مشيت عندهم مشيت قلت لهم اودي انا واش تصرالي باش يديروا يعني يوقفوا معايا. منين كنمشي عندهم تما كيقولوا لي سير عند رئيس الدائره. من نمشي عندهم انا عييت ما نجري في التالي شوفوا تما بحال اللي كاع ما مستعرفينش بيه. بالنسبه لكم نتوما شحال كنتوا تخدموا تما الثمن وشحال من ساعه الظروف ديال العمل ديالكم؟ كنا نخدموا من 6 نتاع الليل حتى 6 نتاع الصباح، وكيشدوا علينا عاود الدراري اللي بالنهار كيشدوا علينا من 6 ديال النهار حتى 6 ديال الليل. كانوا يعطوكم شي سيكيوريتي شي حاجه باش حتى حاجه حتى حاجه؟ خدم عادي، الكسوه ديالك الزيت والخور كلشي مكرفص يعني بحال هكا، والمراقبه ما كانش المراقبه السواج كلشي محلولين بالليل، ولا الا طاح بنادم يقدر هو يطيح تما يموت ما كانش اللي يجيب له الخبر كاع يطيح تما كاع مولشي ما كانش اللي يجيب له الخبر. السواج محلولين دوك المواشين والخور باش يديروا شي مراقبه ولا ما كاينش، كلشي محلول سواج ولا المهم اي حاجه تما ما كانش المراقبه. واش هو النداء ديالك الاخير لهاد الناس؟ انا كنطالب حقي، بغيت نطالب حقي، ما بغاوش يعطوني حقي، عطاوني صحاب لاسيرونس واحد جوج ورقات باش يسنيهم لي وما بغاش يسنيهم لي. قال لي لا بغيت تمشي للمحكمه، المحكمه قال لي سير والله ما نعطيك درهم، وهو كيمشي وهضر مع السير. شحال عطاك انت كاع هاد الحادثه وشحال عطاني؟ 100000 100000 ديال من واش ديالو، ولا عندي جوج دراري، عندي بنيه ووليد، وشكون هادي يهزهم لي ولا ما كانش؟ الوالد نتاعي ما فحالوش، واش هادي يصرف عليا ولا يقابل الدار؟ درك هنا انا ما عنديش كاع، كان ما عنديش درك ما عنديش. انا كنطالب بحقي، ومنين كنهضر معاهم مشاو عندو الناس، مشاو عندو الناس يطلبوه، قالوا له ما تضيعش السيد، ما بغاش هو يعني يدير معاك هكا شي حاجه ما تضيعوش. هضر مع سبيكتور ترافاي، هضرت معاه مشيت عنده قلت له ودي راك شوف انا كي راه صريالي. هضر معاه جابي بوجمع قال له والله ما يدي درهم واخا يمشي يطال الرباط. بهاد الهضره هادي كيقولها هو. ملي مشيت عند سبيكتور ترافي قلت له تشهد معايا، وقال لي غادي نشوف كي ندير معاه هادي الا كاين شي معاونه ودية. وغير البارح تلاقيت مع الاخر الدغناني وتلاقيت مع الاخر داك الرئيس الغنوسي، قالوا لي ما تدخلش عند الباشا درك حنا نديرو معاه نمشيو عندو للدار ونشوفوا معاه غادي نصيروا عليه يدير معاك شي معاونه وديه بلا ما توصلات. وهو ما بغاش يدير هذا الشيء هذا، كيقول لهم انا ما نعطيهش يعني هذا الشيء اللي كيقول هو.